عايزين نتقدم بخالص العزاء للكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي في وفاه المغفوره له باذن الله والدته، وخالص العزاء لنجم الفريق اجاييه في وفاه المغفور له حماه كابتن. طبعا كابتن ماهر ظروف صعبه جدا، في وسط الفرحه ديت كابتن سامي قمصان بيتلقى خبر صادم بالنسبه له ان هو وفاه السيده والدته. لا، البقاء لسامي قمصان. سامي من الشخصيات المحترمه، ويعني ربنا يغفر لها ووالدته. فيعني طبعا خبر يعني بعد فرحه ببطوله صحيح نفاجئ بوفاه والدته، لكن دي سنه الحياه والبقاء لله لأسرة سامي، ويشد حيله. وطبعا بالنسبة للأجاييه ده يعني حمازة زي ما انت قلت، فيعني البقاء لله لهم، ويعني نتمنى طبعا يسكنوا جنات ربنا سبحانه وتعالى ويغفر لهم ذنوبهم يعني. يا رب ان شاء الله. كابتن علاء حابب. طبعا في وسط الافراح دي بيجي لك خبر موضوع والد سامي دي الله يرحمها وسامحها. هي صعبه جدا يعني، من قد ما الفرحه كبيره قوي على قد ما الفقدان صعب قوي، لان دي الام، بعد الام انت ما فيش حاجه بعد كده بتبكي عليها. فربنا يصبر سامي اولا، لان الام دي حاجه ما تعوضش وحاجه غاليه جدا، الله يرحمها وسامحها. لا، زي ما حضرتك قلت الاجواء يعني انت في عز الفرحه بيجي لك خبر، ومش اي خبر يعني، خبر بجد صعب جدا على سامي يعني. ربنا يكون في عونه بجد، ان لحظه مش طبيعيه يا ايمن. صحيح. عشان كده كابتن محمود الخطيب وقف كل الاحتفالات في قطر لما وصل له الخبر. ربنا يصبره ويسامحها ويغفر لها يا رب ان شاء الله. كابتن عادل. قال الله لسامي، يمكن سامي شخص متزن، اي الدنيا كده، واكيد حزين هو، لكن بنقول لك يا سامي يعني كلنا اخواتك يعني، وبنعذرك في اللي انت فيه، وربنا يصبرك يا رب ويغفر لها. وربنا دي اخر احزان يعني لسامي وحتى اجاييه كمان يعني. كابتن بلال. يعني انا لله وانا اليه راجعون. ربنا يا رب يغفر ليها ويرحمها. يمكن سامي من الناس القريبه مني يعني، صديق يعني، انسان محترم جدا، وانسان مهذب وعلى خلق عالي. قدومه للاهلي كان قدوم خير، زي ما قال كابتن علاء وزي ما قال الكباتن، يعني التوقيت صعب جدا، ولكن دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى يعني. البقاء لله، وربنا يصبره يا رب ان شاء الله. والموضوع لما بتبقى بعيد برضه بيبقى موضوع صعب شويه، يمكن لما تبقى مسافر وكده بيبقى موضوع صعب شويه، وده صعوبه الامر بالنسبه له. ولكن يرجع بالسلامه وياخد عزاها ويدعي لها، وربنا يغفر لها ويرحمها يا رب ان شاء الله، وجميع اموات المسلمين يا رب ان شاء الله. كابتن ماهر، نتكلم بقى سريعا شويه فني عن المباراه. ايه نقطه التحول اللي كانت في مباراه الشوط الثاني اللي خلت الاداء يتغير؟ التغييرين اللي عملهم مستر موسيماني بنزول معلول ونزول رامي، انا شايف التغييرين دول فرقوا بشكل كبير جدا يا ايمن في شكل واداء النادي الاهلي. والتغييرين دول عملوا توازن بشكل كبير، يعني بمعنى ان زي ما قلت لك ان معلول لعيب كوره ومفتاح لعب، قدر من خلال خبرته ان هو يقدر يعمل توازن بشكل جيد، ان هو يقدر يطلع لنا باصات من تحت لنص الملعب، يقدر يغذي نص الملعب بالحاجات السهله. رامي قدر يعمل اسيست لبنون ويبدا يباصي او يقدر يسلم وسط الملعب بشكل ايجابي. بعد كده تولد بقى التغييرات، يعني نزول برضك صلاح محسن عمل شكل كبير جدا في الاداء الهجومي، وعمل لنا فارق مع محمد شريف. وبعدين نزول حمدي فتحي وكهربا، يمكن كهربا ما حسيناش بكهربا يمكن في الهجمه الاخيره الوان تول اللي اتعملت من العمق بينه وبين قفشه اللي كانت ممكن تبقى الهدف الثالث. لكن معظم التغييرات اللي نزلت اثرت بشكل كبير جدا في اداء النادي الاهلي، وغيرت كل الملامح عن الشوط الاولاني اللي كان متوسط المستوى الفني. الشوط الثاني فيه اجابات بشكل كبير، في اكتر من خمس فرص للنادي الاهلي، منهم هدفين
جمال جدا. زي ما قلت كنا نتمنى ان وليد سليمان يكون من ضمن التغييرات ديت، لان كنا نطمن على وليد، لكن في الاول والاخر احنا اطمنا على لاعيبه النادي الاهلي اللي هم رجعوا لنا بالسلامه من الاصابات اللي كانت موجوده عليها. صحيح. طب لو اخترنا نجم الماتش اليوم، يعني انا شايف نجم المباراه يمكن يانج في الجانب الدفاعي بشكل كبير قوي، من اول المباراه لنهايه المباراه رتم واحد، قطع الكرات بشكل ايجابي، بساطته الاماميه والقطريه والاندفاع الهجومي كان ايجابي ليانج. اكتر لعيب داس في الملعب، يمكن انا بشوف ان يانج يمكن جري اكتر من 13 كيلو في هذه المباراه، فبعتبر ان يانج وكل ماتشاته كده من ضمن اللعيبه اللي فعلا عامله تاثير بشكل كبير جدا في اداء النادي الاهلي من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه. وكمان يمكن الاثنين حرزوا الاهداف، لان احنا كنا محتاجين جول عشان يدينا ثقه ونفتح بالمباراه. فانا شايف جول محمد شريف جول جميل جدا بصراحه يعني، وبعدين الجول الثاني بتاع صلاح محسن بمهاره فرديه شكله كمان جميل وبشكل ايجابي يعني. صحيح. كابتن علاء لو اخترنا رجل مباراه اليوم، انا اختار محمد شريف. محمد شريف اتحرك كويس قوي، اولا متحرك كويس قوي، احرز هدف حلو جدا وصعب مش سهل، وهو اللي حرر المباراه يعني. هذا محمد شريف ده هو اللي حرر المباراه تماما. وانا حتى بدايه الشوط الثاني كانت احسن من الاول بكتير قوي، عشان لعبت الكره بتاعتك اللي هي مش كره طويله، استحرز كمان على نص الملعب بالظبط، هو ده اللي انت التفوق بتاعك في نص ملعبك. مزبوط. لكن هو اتحرك كويس، اتحرك على طول كتير، بيحاول دايما يا ايمن، ودايما الفيرود بيحاول بيوصل للهدف اللي هو عايزه. اعتقد هدف كان حلو قوي وهو حرر المباراه، كان نجوم المباراه النهارده. صحيح. كابتن عادل رجل المباراه، يعني انا برضو محمد شريف، علشان حاجه مهمه جدا انت بتتكلم لما المستويات تتعادل كلها في اللاعبين بيبقى اللي بينفذ المهام بتاعته، ومهام محمد شريف انه يحرز هدف ويكسبك، واحرز هدف وانا بديله افضل لاعب في المباراه في فرقه الاهلي، علشان مهاره الهدف العاليه قوي والثقه العاليه قوي اللي لعبها بيه محمد شريف. كابتن احمد بلال، بص انا جمعيه اداء الاهلي في الشوط الثاني يعني هي الاساس بالنسبه لي، ولكن انا اتفق مع الكباتن، هدف محمد شريف هو من وجهه نظري هو هدف المباراة. التوقيت بتاعه، طريقة تسجيله للهدف كمان. شريف بقاله يعني كام ماتش ما سجلش أهداف، فالنهاردة بيسجل في السوبر الإفريقي، ودي حاجة جيدة جدا جدا جدا. التوفيق كمان بتاع يعني بتاع الهدف، يعني أنت في أهداف في كرات تبقى محتاج فيها التوفيق. الحقيقة اتلعبت بشكل جيد، اتحرك هو بشكل جيد جدا جدا، عملها له حسين الشحات، لف بشكل كويس قوي، حطها بشماله في الزاويه البعيده، الفوت ورك بتاعه رائع جدا جدا. صحيح. في الهدف الحقيقه، يمكن وخد بالك الكلام ده احنا اتكلمنا فيه برده في ماتش الزمالك، قلنا الفوت ورك بتاع شريف في ال 18 وسرعه الحركه بتاعته جيده جدا، توقيته للتصويب جيد جدا، ممكن لعيب تاني يزق كمان عشان يخرج الكوره بره، لكن هو الحقيقه بعد ما لف شاط على طول وحطها في الزاويه البعيده، وكانت موفقه بشكل رائع جدا جدا يعني. صحيح. اذا اتفق نجومنا الكبار، نجوم الاستوديو التحليلي، على ان محمد شريف هو رجل مباراة اليوم. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيمية. أرجوكم انتظرونا.